مرحبا بكم معنا على موقع اوريزون تي في. اليوم خرجنا للشارع باش ناخذوا اراء المواطنين بخصوص قرار المغرب بتحرير سعر الدرهم. اجي نشوفوا جميع. ربما انه يقدر يكون ايجابي الى حاولت المقاوله العموميه تستثمر خاصه في ظل التحرير الكلي، لان مثلا الاسعار بعد المواد الاوليه غادا ترتفع، وكذلك المنتوجات الخارجيه اللي غترتفع، والارتفاع ديالها خاصو تواكبوا واحد المقاوله مغربيه اللي تلبي الحاجات ديال المواطنين داخل التراب المغربي. اليوم تحرير الدرهم ياتي في سياق الرفع الكلي للدعم المالي العام الذي تخصصه الدوله او الذي تخصصه للدوله بما يعرف بصندوق المقاصه. تحرير الدرهم سيؤثر بشكل سلبي على القدره الشرائيه للمواطنين، وحنا اونيسبيغ هذه واحد الخطوه غير مسبوقه في التاريخ المغربي. يمكن كانت دارت في واحد الوقت وقع تراجع عليها، اليوم عاود هذه خطوه يبدو انها خطوه كبيره جدا، وكاين تطمينات على انه غيكون عندها انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المقاوله الوطنيه وعلى المعاملات التجاريه ديال المغرب. هذا واحد الامر ايجابي. فالغالب انه هذا الاجراء تقوم به بعض الدول من اجل تحسين اولا قوتها التنافسيه على الصعيد الدولي، من اجل تحسين الصادرات، وهذا يتطلب انه يكون عندها انتاج كبير. نلاحظوا على انه تقريبا التجارب المؤخرة هي 8 دول اللي اعتمدت تحرير العمله، اللي هي مصر والسودان وعانوا من وضع كارثي نظرا لانه القوه الانتاجيه لهم ضعيفه. انا بالنسبه لهذا القرار اللي اتخذ مؤخرا ديال تحرير الدرهم، اي مواطن مغربي غيكون معاه الا كان هو صالح اقتصاد ديال البلاد، والا كان غادي يتم بديك الطرق العلميه اللي غادي ينعكس باثر ايجابي على المستوى ديال رفع قيمه الدرهم ماشي على مستوى خفض قيمه الدرهم. الراي ديالي هو ان الا كان تعويم الدرهم غادي يخدم الاقتصاد المغربي ديال البلاد مرحبا، الا كان غادي يضر بالطبقات الاجتماعيه وخاصه الكادحه ولا الفقيره والمتوسطه فهذا ما غاديش يصلح للطبقه الضعيفه وما غاديش يخدم البلاد، وحنا دائما كنبغيو نمشيو للبلاد القدام وتكون شي حاجه اللي تخدم البلاد ديالنا. الراي ديالي في اطار هذه السياسه اللي اتخذتها الحكومه المغربيه ان تلين الدرهم باش يتحرر من الدولار والاورو هي تخدم من الدرجة الأولى البلاد، لأن غادي الدرهم غادي يتحرر، ومن الدرجة الثانية غادي تقيس المواطنين والطبقة الفقيرة أو المتوسطة.